اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الالاء اهلا بقوم صالحين اولي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي يا طالب علم النبي محمد ما انتم وسواكم بسواي فاهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مع برنامجكم المتجدد دين القيمه في بدايه هذا اللقاء نرحب بفضيله شيخنا الحبيب الشيخ خباب الحمد ابو عبد الله فمرحبا بك شيخنا اهلا وسهلا مرحبا بك يا حياكم الله, الله يتجدد ويطيب بك اللقاء والله اكرمك الله واطاب الله عز وجل اللقاء بك وبجميع الاحبه الاكارم يا حياكم الله شيخ خباب في هذه الحلقه باذن الله سنتحدث حول مفهوم العباده في الاسلام يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين العباده هي من جماليات الاسلام العباده هي علاقه مع الله عز وجل العباده هي حريه لكل قيود البشريه وقيود الدنيا فعندما تخضع لله سبحانه وتعالى فانت بذلك تتحرر من كل ما سواه سبحانه وتعالى ولقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه من الله الرحمة عندما عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال وفي بداية هذا اللقاء تعالوا بنا في هذا اللقاء الحواري نتحدث مع فضيلة شيخنا الشيخ خباب حول مفهوم العبادة ما هي العباده وكيف نحققها في حياتنا شيخنا الله يحفظك ويرضى عنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جل في علاه وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى اله صلح. وصحبه ومن تولاه ووالاه اما بعد حياكم الله يا شيخ نور أشكرك على هذا اللقاء الطيب الحقيقه ان العباده مفهوم عظيم للغايه هذا المفهوم يطيب الحديث عنه حينما نتحدث عن طبيعه البشريه الطبيعة السيكولوجية النفسية للبشر عموما هي طبيعة لا بد أن تخضع لشيء الله الله فخضوعها لشيء ما يجعلها عابدة له وبناء على ذلك يكون هذا الخاضع متعلق بمن يخضع له الله. فإذا أردنا أن ننظر إلى مثل هذا الحال ستختلف هذه العبوديات ذاك عبد مال وذاك عبد درهم وذاك عبد امراه وذاك عبد الى اخره نعم. لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وفطرنا وبرانا وذرانا من عدم لانه خلقنا استحق الامر واستحق الامر الاستحق الامر واستحق النهي فكان مستحقا للعباده الله الله فالله عز وجل يقول الا له الخلق والامر فما دام انه خلقنا فان له حق العباده لذلك لما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يشرح الله. هذه الايه يقول سبحان الله عن كفار قريش يقرون بان الله عز وجل خلقهم وهم مع ذلك يعبدون غيرهم او يدعون غيرهم الله فبناء على ذلك مفهوم العباده هو مفهوم الحب لله سبحانه وتعالى والولاء والانتماء لله عز وجل مع رغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى من حسنات ومن اجور ومن جنه ومن شيء عظيم وهو ان النيل لرضا الله سبحانه وتعالى ورؤيه وجهه الكريم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. واضافه الى ذلك الره... الر... الر... الرهبه. والخوف مما يسخط الله سبحانه وتعالى، والخوف من اي طريق يتنكبه الانسان عن العباده لله عز وجل. فكان مفهوم العباده اذا اذا اردنا ان نشبهه كطائر راسه الحب والولاء والانتماء، وجناحاه الرغبه والرهبه، وهكذا يسير العبد الى الله سبحانه وتعالى كما يسير الطائر في هذا السماء. فلا يمكن للعبد أن يسير إلى الله عز وجل وهو لم يحب الله سبحانه وتعالى، يعني يخاف أو يرغب أو يرهب هذا شيء لكن العبادة لا تكون ولا تنم في الحقيقة إلا عن محبة، لذلك تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. أشهد. فهنا مبدأ الطاعة. إذا العبادة من أعظم مفاهيمها كذلك أن يطيع العبد ربه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وبناء على ذلك يكون العبد يشعر بطعم الراحة والأنس والسكينة نعم. والطمأنينة لله عز وجل ليست العبادة هي عبارة عن أفيون مهم. ليست العبادة هي عبارة عن مخدرات عقائدية نعم كما أثارها البعض بالتأكيد ولذلك نعم. أنا أريد أن أنبه على مثل هذا العبادة حاجة فطرية الى رب البريه وهو الله سبحانه وتعالى نعم. قلت في البدايه كل احد سيكون طالبا لشخص ما لذلك الله عز وجل جعل هؤلاء كلهم من المخلوقات من البشر واوصلنا به سبحانه وتعالى سبحانه بناء الله. على ذلك تكون عبادتنا عباده الاحرار وهكذا كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يوصي تلميذه الربيع المرادي فيقول له ان الله خلقك حرا فكن كما خلقك الله الله والمخلوقيه هنا التي خلقنا الله عز وجل فيها بالحريه هي انه لا يستعبدنا احد سوى الله سبحانه وتعالى <applause> وهنا يحسن قول الخليفه الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا فالانسان بطبيعته مخلوق حر ويحسن كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما الله. من مولود إلا, الا ويولد على الفطره ما المقصود بالفطره هنا شيخنا الفطرة هي طبعا فيها أقوال كثيرة أهل العلم لكن من معاني الفطرة القوية الإسلام والإيمان الذي فطره الله وأودعه الله عز وجل في قلوب الخلق نعم. والنقطة الثانية هو العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد وإذ نعم. أخذ ربك من بني آدم في سورة الأعراف يقول نعم. الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا قال الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. غافلين نعم. ف... سيكررون الله عز وجل وسيسألنا عن هذا العهد نعم. وبناء على ذلك الفطرة متلازمة مع العهد والفطرة متلازمة مع الإسلام، مع م. الإسلام والفطرة متلازمة مع الإنسانية، وهنا نطرح قضية أن بعض الناس يقول الإنسانية غير الإسلامية، هذا مفهوم خاطئ لأنه الإسلام في الحقيقة نشأ في جو الإس... في جو الإنسان. الله أول ما أنزل الله عز وجل آدم عليه الصلاه والسلام الى الارض ادم هو الانسان هو البشر فاول ما نزل اعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الدين الانساني الذي يوافق طبيعته نعم. ويوافق حقيقته، ولذلك لا يوجد تعارض عندنا في مساله العباده ما بين ان نكون مسلمين لله عز وجل حقا حقا تعبدا ورقه وبين ان نكون بشر من بني ادم خلقنا الله عز وجل ويسر لنا هذه العباده التي ارادها نعم. الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الا يعلم من خلق وهو اللطيف, اللطيف الخبير؟, الخبير. بلى الله سبحانه وتعالى عندما خلق الانسان خلق سبحانه وتعالى معه واوجد معه وعلم سبحانه وتعالى بعلمه ما ينفعه فاودع له الخضوع له سبحانه وتعالى، وانت قلت شيخنا في في بدايه اللقاء ان الانسان بطبيعته بفطرته مخلوق ومفطور على التوجه لقوه عظمى الا وهي لله سبحانه وتعالى، والانسان بطبيعته فقير ضعيف يحتاج الى إن, ان يلتجئ الى قوه عظيمه الا وهي الله عز وجل، الى شيء متين، الى شيء عظيم وقوي يلتجئ به اليه سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، لذلك لابد لنا ان نخضع لله سبحانه وتعالى، ولابد لنا كذلك ان نتوجه الى الله بالحب وتعال بنا شيخنا نتحدث عن الحب حب الله سبحانه وتعالى ويحسن بنا هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله اللهم, اللهم اني اسالك حبك, حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني آمين. الى حبك الحب هنا شيخنا حب الله نعبد الله بمحبه كيف ها ما يعني كيف نصور هذه المحبه المحبه تنشا من التعرف على الخالق الله اذا اردت ان تحب شيئا ما فأنت ستبحث عنه وستفتش عنه نعم. فهنا في دوافعنا الذاتية بواعثنا النفسية عندنا انطلاقة فطرية للبحث عن ذلك الإله الذي خلق هذا الكون الفسيح البهيج الله الله. فبناء على ذلك نتعرف عليه فإذا عرفناه وأقررنا به وازددنا بذلك إيمانا وازددنا بذلك تقا زادنا ذلك محبة الله. نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى ونرى ما فيها من اثار ومن معاني ومن لطائف ومن حكم ومن اشياء اودعها الله عز وجل في اسمه البر اللطيف الودود الخبير الحكيم البصير السميع الله اشياء الله لطيفه وتعالى. اشياء عظيمه هذا يزيدنا محبه في الله سبحانه وتعالى يزيدنا محبه في الله سبحانه وتعالى ان نتبع ما امرنا الله عز وجل لانه هو الاعلم بما يرشدنا لذلك الله. انت يعني ذكرت الايه الكريمه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله سبحانه وتعالى في ايه قرانيه اخرى قال قال قل أنتم أعلم أم الله سبحانه شرع لكم من الدين ربنا هو اللي شرع ربنا هو الذي أذن وربنا هو اللي سبحانه وتعالى علمنا فبناء على ذلك هذا الشيء يزيدنا حبا في الله عز وجل بأن الله أعطانا الشيء الذي يناسبنا أعطانا الشيء الذي هو أعرف به سبحانه وتعالى من أحوالنا النقطة الثالثة من دوافع محبتنا لله سبحانه وتعالى نعم. و و وزيادة العبادة لله سبحانه وتعالى في هذا الحب له هو أن نكرم من أحبه الله سبحانه وتعالى نعم. وهو الإيمان الملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر لأنه بعض الناس وهنا نجد طوائف مثل طائفة الربوبيين هم, هم يعتقدون بأن هنالك رب لكن يمكن ينكرون كثير من الغيبيات الملائكة الجن الكذا الكذا يقول لك نعم هنالك هذا ليس من كمال الإيمان هذا, ل... هذا ليس من الإيمان <applause> هي نعم هذا آه. ليس من الإيمان لأنه لنفترض أن رجلا آمن بالله لكن لم يؤمن بالملائكته وكتبه ورسله ما الفائدة من ذلك؟ كفر بالتأكيد نعم. فبناء على ذلك نحن نقر هذه الأشياء اللي هي الأركان الإيمان التي حينما يتعلمها العبد يزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ويزداد حبا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطانا هذه الأشياء إلا لتزيدنا علاقة به سبحانه وتعالى. إذا نلخص ما قلته شيخنا في طريق المحبة لله، حتى نعبد نعبد الله عز وجل بمحبة، أولا يجب علينا أن نتعرف عليه. الله فإذا عرفت الله عز وجل حقا أحببته وتعلقت به لان صفاته هي صفات الكمال لان صفاته سبحانه وتعالى صفات الجلال كذلك ان نطيع الله عز وجل ان نعبد الله عز وجل بما شرع وهذا كذلك من 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 اسباب المحبه يعني نعبد الله عز وجل كما شرع لنا لا كما نشرع لانفسنا واخيرا ان نحب الله عز وجل طريق المحبه يكون كذلك بايش باتباع المنهج القويم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تأذن لي يا شيخ نور نعم. إضافة لطيفة أن رب العالمين سبحانه وتعالى كذلك لما تكلم عن العبادة وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله بأشرف عليه وسلم. المقامات التي تبوأها الله الله. حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام طيب. نعم. في مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبودية, عبودية لماذا لم يكن لماذا لم يا محمد لماذا لم يكن نبي إنني بان الله اكون الله. عبدا لله الله. مما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبي صلى صل الله عليه وسلم على فهذا جانب الجانب الثاني اللي هو مقام التحدي الله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا حبدنا. وصف العبوديه وصف العبوديه في نعم. مقام التحدي في الله. كتاب الله سبحانه وتعالى النقطه الثالثه في مقام الدعوه الى الله يا الله. قال الله عز وجل وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا نعم. فانظر في هذا المقام مقام الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وصف الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام بهذه المقامات بهذه الله المقامات, الله. المقامات. اذا مقام, مقام انك تكون عبد لله عز وجل هذا شرف نعم. هذا احسن من ان يكون مقام الانسان ان يعبد مطامعه ان يعبد اهواءه ولذلك يقول الشاعر أطعت مطامعي فاستعبدتني الله ولو الله. اني قنعت لصرت حره لو لو انني انا في الحقيقه قنعت واصبحت صاحب قناعه وصاحب ابتعاد عن هوى النفس وحظوظ النفس فانا في الحقيقه حر لكن حينما مطامعي واهواء نفسي والاشياء التي تضغط علي تجعلني أطيع أطيعها، فأنا فأنا ملجأ إليها فأكون عبدا لها، تفضل. وهنا لو تطرقنا لمفهوم الحريه، الإنسان عندما يخضع لله سبحانه وتعالى، وعندما ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه يتحرر من كل ما دون الله، ما من من كل ما سوى الله عز وجل، عندما ترمغ جبهتك لله عز وجل خضوعا ومحبة وانقيادا لا يمكن لك أن تحنيها لغيره سبحانه وتعالى وهذا أساس الحرية فما هو دور الحرية في العبادة كيف يتحرر الإنسان من خلال عبوديته لله سبحانه وتعالى من مما سواه آه شيخ الله. الحقيقة يا شيخ نور أن مرات الإنسان يظن أن العبودية هي إغلاق بالمفتاح أو بالشمع الأحمر فيكون الانسان اسير ويكون الانسان والحقيقه هذا كلام غير صحيح نعم. رب العالمين سبحانه وتعالى اطلق لنا واباح لنا واتاح لنا كل ما في الارض لاجل ان ننفق ولاجل ان نستخلف ولاجل ان الله نكون الله. على هذه الارض هو الذي خلق لكم لكم اللام هنا هنا لكم ما في الارض جميعا لكي ننتفع منها فهنا بناء على ذلك نجد انه العباده ما قيدت علينا في الحقيقه في حريتنا بالعكس هي انقذتنا كما ذكرت لك من عبوديه للاشخاص تعس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه نعم. ان اعطي رضي وان لم يعطى وان لم يعطى سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش كما جاء في الحديث الثابت عن النبي نعم. عليه الصلاه والسلام، فاذا هنالك اناس يعبدون الدينار والدرهم، قال, قال ابراهيم لابيه ازر يا أبت لا تعبد الشيطان أليس كذلك نعم. هنالك أناس يعبدون أهواءهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عنده نعم. إذا لما الإنسان يتحرر من هذة الاشياء من ربقة العبودية للبشر ثم يتعلق بالله سبحانه وتعالى رب العشر نال هنا بذلك الحرية وانظر إلى قولك لا إله إلا الله لا لا نافية لكل إله لا نافية لكل من يريد أن يتسلط على الخلق باسم أنه إله كما كان فرعون أو ما يسمى بالحكومات الآن المعاصرة يسمونها الحكومات الثيوقراطية التي تقول أنا حكومة باسم الإله ما في أحد يحكم باسم الإله حتى عندنا في دين الإسلام عندنا نظام إسلامي يعني يجتهد الحاكم المسلم فيما يرضي الله عز وجل من وسائل الاجتهاد ويطبق ما أمره الله به من أمور اليقينيات والعقائد التي لا شك فيها ولا ريب لكن في المسائل الاخرى يجتهد فيها الانسان لذلك ما في عندنا ثيوقراطيه او حكومه الهيه باسم الاله او مفوض باسم الاله كما كان كثير من رجال الدين النصارى والبطارقه فاحنا عندنا في الحقيقه عمليه انفكاك عن هذه المعبودات وانطلاق لعبوديه الله عز وجل لذلك اذا وجدنا ان هذه هذه الحياه سترغمنا على ان نعبد غير الله يمكن ان الله عز وجل يعطيك طريق لتعبده حتى لو هاجرت في الارض أشهد. قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي ان ارضي واسعه فايايا فعبدون. فعبدون. نعم. ما معنى ان ارضي واسعه فايايا فاعبدون نعم. هنا يعني اذا 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 اتتكم خطه من ظلم ما جعلتكم تعبدون الله عز وجل أو ضيقت عليكم كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فما فعل؟ المكي بالضبط هاجر صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة نعم. حتى يعبد الله سبحانه وتعالى فإذا فإياي فاعبدون فالمسألة يا شيخ نور كذلك هنالك قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها إذا القصد من الكلام أنه إحنا لما نتكلم عن العبادة هي أعطتك مجال للحرية لكي تتحرر من هذه الربقة التي تضيق نعم. عليك والتعصب والتقليد وما يضيق على الإنسان في حياتهم وعباداتهم نعم ويمكن أن نلخص ما قلناه شيخنا أن العبادة هي خضوع لله سبحانه وتعالى وانقياد إلى الله عز وجل بمحبة نتبع الله عز وجل بمحبة اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وفي نهاية المطاف شيخنا لو تبعث رسالة إلا كل من مقصر في العبادات سواء العبادات العملية العبادات القولية العبادات, القولية العبادات القلبية رسالة واحدة نبعثها ونختم فيها إن شاء الله حلاقتنا أنا في الحقيقة أنصح نفسي أولا نعم فأنا المنتفع بالنصيحة وأنصح إخواني من حبي لهم للخير أن نتعرف على على حقيقة الإله نعم. لو أننا عرفنا الله عز وجل حق المعرفة لعبدناه وأطعناه حق الطاعة الله الله وكذلك أن نخالط أهل العبادة الصالحة وأهل العبادة الصالحة بمعناها الحقيقي بمعنى الصالحة ليس شرطاً أن تكون العبادة الصالحة هي مجرد صلاة وصيام في تجاراتنا تكون عبادتنا صالحة الله في الله. عملنا يكون عملنا صالحا اذا يمكن يعني ان نقول نكون... الصلاح لما يقال عفوا شيخ لا. نور لما يقال فلان صالح وين بده ينبعث ذهنه مباشره صالح انه يعني بيصلي وبصوم وبيزكي هذا مفهوم منقوص هذا مفهوم منقوص وقاصر الله لا. يفتح عليك المفهوم الصحيح انه كذلك نخالط اهل العباده الصالحه كل حسب مكانه لانه هذا الشيء في الحقيقه ايش شيء يعني يؤازرك لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما انتقل من مكه الى المدينه انتقل من بيئه ما كان الجو فيها مناسب للعباده الى بيئه اخرى الله الله. لما دخل إلى المدينه كان مهجه مذهبه متهل متهلل عليه الصلاه والسلام، م. يقول عبد الله بن سلام اول ما وقع في اذني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ايها الناس، شوف الخطاب الجميل الله صلوا الله. الارحام وافشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. الله هذه الله. رساله الاسلام رساله سلام ومحبه. ليست وليست رساله استسلام وخضوع في المقابل هي نعم كذلك هي في نعم لكن لكن انت لما تتخاطب مع المسلمين وتتخاطب حتى مع غير المسلمين من يريد ان يعيش نعم معك فانت في الحقيقه ينبغي عليك ان تعطيه هذه الرساله حتى يشعر الاخر انك انت لما تعبد الله عز وجل انت مش جالس تعبد الله عز وجل لوحدك فقط وانما نعم ايش تعطيه هذه الاشعاعات التي تنتقل من روحك اليه حتى يعني حتى يظهر يظهر اثر هذه العباده في سلوكياتك وفي معاملاتك للناس وهذا هو من أح من اجمل اثار العباده التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا والله صحيح. ان يعني اللقاء يطيب بك شيخنا في هذه الدقائق المعدودة الله واسال الله عز وجل في نهايه المطاف يا مشاهدينا الكرام ان نكون قد وصلنا المعلومه في مفهوم العباده في الاسلام وهذه جمله قليله من معاني وجماليات العباده في الاسلام اسال الله عز وجل أن يجعلنا ممن ذكر فتذكر وممن نظر فاعتبر وممن أعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله والسلام عليكم ورحمة الله